المباراة دي كانت ظروفها مختلفة شوية. كان كابتن رضا عبد العال منتقل من الزمالك للأهلي مباشرة في صفقة طبعا يعني، وكمان في الصفقة الأعلى والأغلى في وقتها. وعلى الناحية التانية الله يرحمه كابتن محمود الجوهري، يعني ابن من أبناء الأهلي وأسطورة هناك، بيدرب نادي الزمالك. أول ماتش لكابتن رضا عبد العال قدام الزمالك، أول ماتش لكابتن محمود الجوهري قدام الأهلي، هل كان في تعليمات خاصة من كابتن الجوهري؟ مستحيل، الراجل ده بيتحط في تصنيف لوحده. أنا مش عايز أقول لك الفيديوهات والتغطية وشغل، يجيب اللعيب ممكن ما ينامش، يبقى يجيب من الساعة 12 واحدة أشرف في نقطة كذا كذا، يجيب خالد غندور، يجيب إيمانويل. مستحيل الكابتن الجوهري يقول إن إحنا نلعب كذا ولا كذا، ولا كان إدي اهتمام خالص لانتقال لرضا بعال. بالعكس، تفكيره كله الفترة، أنا أشتغل الفترة ربع ساعة دي كذا، نص ساعة دي كذا، لكن إن إحنا نتكلم ونقول هنضرب رضا بعال ونتخانق، لا مستحيل. ما كانش في أي حاجة، هو كان مركز فنيا يعني. أنا بكلمك حتى اللعيبة مع بعض ما كناش مديني اهتمام كمان، نشوف هو ممكن يقول لك إيه، في عتاب ان لو جينا حياتك خده انت اشرف، لا لانه نجم كبير. انا ما بتكلمش على واحد في الملعب، ده واحد منتقل نادي الاهلي ومنتقل في عز مجده. صحيح، تفكير يمكن كابتن اسماعيل اشرف لو جينا حياتك خده، خلي بالك من حساب كذا، حسين عبد اللطيف كده نفس الكلام، لكن احنا ناخد تعليمات ان احنا يمكن كابتن اسماعيل يوسف في داخله في نص الملعب كده، ودي شيء عادي لانه هم برضو عايشين مع بعض لهم سنين. مش متوقعين ان الكابتن رضا عبد العال، يعني انا بالنسبه لهم اول سنه اول سنه، فانا مبهور بالنجم رضا عبد العال. انا بحبه كشخص، وكان طبعا نجم الزمالك، فيعني ده مش عايز اقول لك انا بتفرج عشان هو. ففي نفس الوقت انت عشان تدربيه في الملعب مستحيل، او حد يقول لك كده صعبه، او تخش عليه جامد صعبه، لكن دخلت الكابتن اسماعيل كانت صعبه شويه، كانت جامده لانه برضو ممكن يكون فيها عتاب. عتاب، انا بحبك انت بتبعد عننا ليه؟ عملت كده ليه؟ انت ليه مش مسيبك من فلوس؟ اسماعيل يوسف كمان يعني من زمالك يعني، كابتن فرقه بجد، كابتن فرقه ونجم كبير جدا، وبيحافظ على شكل نادي الزمالك جوه الملعب وبره الملعب. بره الملعب كذلك الكابتن برضو هشام يكن والكابتن اشرف قاسم،